انا احمد ابو الصيف من مدينه ادلب، بعمل بالاحذي من عام 66 ولحتى الان عم اشتغل في هاي المصلحه. مصلحتنا باب رزق لنا يعني. راح نصنع الأحذية في بنجيب جلد قامة ونحن منفصلوا فيها نتيز كل هندازي وإلى موديل وكل شيء وعم نشتغل فيها. في ناس بيشتغلوا مثلا هذا صيفي روك صيفي، هذا مثلا طبي وبيلبسوا اللباسية العربي. في موديلات هذا بسموه مركوب، هاي ترابلسي، هاي روك صيفي. المواد بنجيبها اوقات من هو من عنا، في عنا تاجر بيجيب مواد بنجيب من عنده، في بالاصل مواد بنجيبها من منيها ازاز. في اقبال يعني شغل، ما هو هالاقبال بس ماشي الحال يعني عم نشتغل ماشي الحال. عايشني تعلمت هاي المصلحه من صغري ما بعرف غيرها، لهالسبب بدي استمر في اجباري يعني، ما خرج انه استمر بغيره. والله الحمد لله رب العالمين بتكفي يعني، عن مثل الوقت الصعوبات تعرف المعيشه كلها صعبه. ايوه عايشين والحمد لله رب العالمين. اذا بدي اياها تنضل بصحتنا جيده وهي اهم شيء. انا هو المعلم طبعا منطقه ادلب بصناعه الاحذيه، وانا في عندي اصرب ورجلي اليسار، اشتغل لي كندرة والحمد لله ارتحت كثير فيها كثير كثير. جربت قبل مرة اعمل لوحده جاهزه، ما قامت عندي 10 ايام رجعت انتزعت على طول. هاي الحمد لله بتقيم عندي سنتين ثلاثه ان شاء الله وامورها ممتازه.